سلام عليكم، يا رب يملى حياتكم خير وبركة. وبمناسبة البركة أنا ببارك لزميلة عزيزة هي الأستاذة الإعلامية آلاء عبد العزيز. امبارح كانت أول حلقة ليها في برنامجها الجميل اللي إن شاء الله كلنا هنتابعه، برنامج خيرنا بينا، برنامج كله بركة وخير وكله طاقة إيجابية حلوة. وأنا يعني شفت الحلقة، الحقيقة حلقة عظيمة جدا جدا، وأنا استفدت واستمتعت وخدت طاقة حلوة منها. ببارك كمان الأستاذ خالد الغنيمي لأحدث إنتاجاته برنامج خيرنا بينا، ويعني أنا متشرفة أن أنا كمان بنتمي للمؤسسة الخاصة بالأستاذ خالد. ويا رب آلاء ربنا يكتب لك كل نجاح وكل خير، وألف مبروك الحجاب كمان، يعني مبروك كبيرة، وربنا يا رب يثبتك ويكرمك ويرزقك الخير كله. دلوقتي بقى هنطلع لتقرير، بس قبل التقرير إن شاء الله الفقرة الثانية معانا النهاردة اليوم الجميل اللي بيشرفنا فيه مولانا الشيخ محمد رضا من مؤسسة نبض الحياة، وكل الناس بتبقى مستنية يوم السبت عشان نتقابل معاه، فإن شاء الله هيشرفنا الفقرة الجاية. الفقرة الجاية هتبقى معانا أبراج، خبيرة الأبراج الأستاذة رشا مراد مشرفانا، بعديها مولانا الشيخ محمد رضا من مؤسسة نبض الحياة، وتالت فقرة فقرة طبية إن شاء الله مفيدة جدا جدا. فنبتدي بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف دلوقتي تقرير مهم جدا عن معرض هيس هوتيل إكسبو، وهو من أكبر المعارض العربية المتخصصة في تجهيزات الفنادق والمطاعم والكافيهات، وكانت من أكتر الشركات فعالية هي شركة الفتح لليونيفورم. في ناس كتير قوي قوي بتدور على حد متخصص تجيب منه أو تصنع عنده اليونيفورم، يعني مصانع كتير أو شركات أو مدارس بيكونوا عايزين حد موثوق فيه يعملوا عندهم الأزياء بتاعتهم يعني، وكمان بيدوروا على الخامة الجيدة والشكل الحلو، وده موجود عند شركة الفتح لليونيفورم. وده لأنهم الحقيقة بيصمموا المنتجات بتاعتهم بشكل رائع وخامات عالية الجودة. كاميرا البرنامج كانت هناك بترصد فعاليات المعرض. تعالوا نشوف التقرير ونرجع بقى عشان نكمل حلقتنا. الحمد لله احنا شركة رائدة في صناعة اليونيفورم، بقى لنا أكتر من 25 سنة الحمد لله، متميزين جدا في حتة اليونيفورم سواء مدارس أو مصانع أو شركات، فنادق، مطاعم، كافيهات، فالحمد لله عندنا الجودة والكواليتي كويس قوي والسعر كويس قوي، بنهتم بكل التفاصيل بحيث ان احنا نرضي العميل، فده الحمد لله مساعدنا في الانتشار ومحققين النجاح، وان شاء الله في مزيد في اللي جاي باذن الله. واحنا عندنا الحمد لله بنتابع شغلنا فيما بعد البيع، مش يعني العميل بتاعنا الحمد لله بنتابع معاه لو في اي حاجه هو محتاجها جديده، في اي تطورات بنتابع معاه ان شاء الله، وبنهتم جدا زي ما بقول لحضرتك بكل تفاصيل اليونيفورم، من حيث الشكل، من حيث الديزاين، من حيث الخامة، من حيث الجودة، فالحمد لله ناجحين وشاطرين في الحتة دي أول الحمد لله. احنا شغلنا أصلا بيعتمد على أكتر حاجة على اللي هو أي جهة عامة بتختار تبقى عندها يونيفورم عشان يعني الستاف يبقى واقف مظبوط، يبقى بيعبر عن مكانه، فبيبقى بيدور على حد يعمله يونيفورم، فأنا بيتجه ليا يعني الجودة أولا وأخيرا وقبل كل شيء الجودة، ان احنا نقدم للعميل ازاي نقدم له جوده ممتازه جدا وسعر مناسب، وطبعا ان شاء الله يعني يكون المواعيد مظبوطه والتسليمات في مواعيد مظبوطه، ده يخلينا مميزين جدا الحمد لله، وبشهاده جميع العملاء الحمد لله ان احنا فعلا امتيازنا في الموضوع ده كتير ان شاء الله. المراحل بتتم كالاتي حضرتك، احنا مثلا وليكن هنقول طلب مثلا معين، طلب معين في تيشيرت مثلا او قميص، بنجيب الخامات يا اما بنجيبها طبعا من موزعين خامات، او انا عندي اصلا خامات انا صنعها لحسابي او مستوردها، بجيب الخامات وبخش مراحل القص على الكمبيوتر الاول، عندنا مكان كمبيوتر القص عشان المقاسات تبقى
متدرجه مظبوطه بالمقاسات بالقص كله 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 الكتروني يعني. وبعدين تنزل على الماكينات تقفيل وتشطيب. طبعا عندنا خط انتاج الحمد لله متنوع، كل خط انتاج بيصنع حاجه، قميص، بنطلون، تي شيرت، كل الكلام ده. فانا بصنع على حسب خط الانتاج بتاعي، وبعدين بقى بنخش على موضوع الطباعه او التطريز يعني ده، وبعد كده بيخش التشطيب النهائي، وبعدين بيستلم الكيس، وبعدين بنقول للعميل بقى تستلم من عندي ولا بعت حد عندك، وحسب اتفقنا هو مع بعض يعني. المهم العميل يكون مرتاح جدا في الاتفاق. الماتيريال بتاعتنا نظيفه جدا، الفينش نهائي، الخامه طبعا كويسه، الموديل نفسه، فيعني واجتهاد بقى وطعم فريق العمل اللي معانا كله، سواء اولادي او الفريق العمل بتاع المصنع. احنا اصلا بدايتنا كانت في طنطا، وعندنا بقى مركز ثاني في مصر الجديده مكتب، وان شاء الله نتوسع اكتر واكتر، وان شاء الله قريبا السعوديه، ان شاء الله فرع ثاني في السعوديه ان شاء الله.